نبدأ مع بعض كده يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في التحليل الكمي أول حاجة عايزين نسمع التعريف. فاكرين إيه يا جماعة التحليل الكمي؟ التحليل الكمي أستاذتي المحترمة ها هو أحد أنواع الإيه يا جماعة؟ أنواع التحليل الكيميائي. ما مبدئيا التحليل الكمي أحد أنواع الإيه؟ ما احنا واخدين إن التحليل يا إما يكون كوالتاتيف يعني وصفي، يا إما يكون كوانتيتيف يعني كمي. يبقى التحليل الكمي هو احد انواع التحليل الكيميائي. استاذتي يجرى ليه رد عليا؟ قالت لي يجرى ها للتعرف. بص بقى انا مركز اهو، قول على ها نسبه، برافو ها، او تركيز او كميه، كل الالفاظ دي معناها واحد. يبقى يجرى للتعرف على نسبه او تركيز بالراحه اهو كل مكون من مكونات الماده. صعب الكلام ده؟ يبقى هنا يا جماعة اوعوا تسرحوا بقى يا جماعة. يبقى الغرض من كل التحاليل الكمية بلا استثناء ان احنا نقيس ايه حضرتك؟ النسب او التركيزات. صعب الكلام ده؟ اسمعي بقى استاذتي المحترمة. وينقسم التحليل الكمي الى نوعين. التحليل الكمي كم نوع؟ تحليل حجمي وتحليل كتلي او وزني. يبقى التحليل الكمي يا جماعة والمسائل اللي احنا هناخدها، هناخد كم نوع ان شاء الله يا جماعة؟ نوعين. هناخد حاجه اسمها التحليل الحجمي والتحليل الكتلي، او فوليومتريك وجرافيمتريك. صح يا بطيخه؟ فوليومتريك وايه؟ هي سهله ايه؟ مش فوليوم يعني حجم، يبقى لما اجي اقول حجمي فوليومتريك. فولي ايه؟ فوليومتريك. طب مش جرافيتي دي اللي هي الجاذبيه اللي هي بتعمل الوزن، فاقول جرافيمتريك. يبقى التحاليل الكميه يا اما فوليومتريك يا اما جرافيمتريك، او انت بتسميها حجمي وايه؟ حياتي هتخش الكلية وهتتنفخ انجليزي. اسمعي لي الكلمتين اعرفيهم بدل ما تبقى قاعدة. بلاش. اسمع. بص بقى السهولة في التعريف، تلاقي واحد بيعاني قوي وهو بيحفظ. ليه يا ابني ليه ليه؟ التحليل ايه؟ هو أحد أنواع التحليل. بص السهولة. يتم فيه تعيين تركيز المادة بمعلومية حجمها. نتفق على حاجة. مش أي تحليل كمي بنعرف منه التركيز. يبقى احنا مرة هنجيب التركيز بمعلومية فنسمي التحليل حجم، والمرة التانية هنجيب التركيز بمعلومية فنسمي التحليل كتلي. ايه الروقان ده؟ اهو انت لازم وانت بتذاكر ما تبقاش غبي. يبقى لما حد يقول لي ايه هو التحليل الحجمي؟ يبقى التحليل الحجمي هو احد انواع ها؟ بص اهو، يتم في تعيين بالراحة اهو تركيز الايه يا جماعة؟ تركيز المادة المجهولة ها؟ بمعلومية ايه؟ بمعلومية حجمها. استنى يا عم اقول لك بطريقه الكتاب عشان واحد يزعل. عارف بيقول ايه؟ يتم فيه تقدير حجم الماده المراد حساب تركيزها. فاهمين يعني ايه؟ بنقيس حجمها عشان نعرف نجيب تركيزها. اما هنا يتم فيه تقدير، يعني بنقيس كتله الماده المراد حساب تركيزها. انا بقولها بطريقه ثانيه، هنا بقول يتم تعيين التركيز بمعلوميه الحجم، ويبقى التحليل الكتلي هو احد انواع التحليل الكمي. ها؟ يتم هو كمان فيه، اسمع، تعيين، برافو عليكي، تركيز الايه؟ المادة بمعلومية ايه يا بطيخة؟ قالت لي والله يا مستر بمعلومية كتلتها. في مشكلة في النظر لحد كده يا جماعة؟ يبقى تنقسم التحاليل الكمية كلها لنوعين، يا اما يكون تحليل حجمي يتم فيه تقدير حجم المادة المراد حساب تركيزها، أو اسمها يتم تعيين التركيز بمعلومية الحجم. هنا يتم فيه تعيين تركيز المادة بمعلومية ايه؟ أو أقول يتم تقدير كتلة المادة المراد حساب تركيزها. في مشكلة في الكلام ده؟ احنا النهارده ان شاء الله هنبدأ بمين؟ بالحجم. بصوا بقى يا جماعة، أنا بصراحة ما بحبش الطالب بتاعي يقعد يحفظ في كلام على الفاضي. أنا أحبك تبقى فاهم اللي أنت بتقوله. بصوا يا جماعة، أنا هسألكوا سؤال بسيط جدا، بفرض، أنا بقول بفرض أهو. إن أنت دخلت المعمل، عشان بس أفهمك التعريف، ما تبقاش حافظ والله. إن أنت دخلت المعمل لقيتي مادة إكس محلول. المادة إكس دي حجمها كان معلوم، حجمها ايه؟ طبعا يا جماعه حجم اي ماده سائله بيتقاس بسهوله، وانتوا واخدين الكلام ده من اولى ثانوي، عندكم حاجه اسمها مخبار مدرج، عندكم حاجه اسمها كؤوس زجاجيه، عندكم مليون حاجه تقيسوا بيها الحجم، فالحجم مش مشكله. فالمحلول اللي معاكي معلوم ايه؟ اصحى يا بابا، لكنه مجهول التركيز. لكنه ايه؟ لو حد مش فاهم يسال. السؤال بقى احنا عايزين نعمل ايه؟ قالت لي سهله، احنا عايزين نقيس تركيز، وعايزين نقيس ايه؟ سهلة، اسمعي الخطوات لأن الكلام ده مهم يا جماعة، كل تفصيلة أنا بقولها مهمة، واحد يقول لك يا عم مش مشكلة الكلام ده، ده هو ده أهم حاجة، ويسألك في كل تفصيلة. إيه بقى الشروط؟ لو أنت عايز تقيس تركيز المادة إكس،
هات مادة تانية بص شرط تتفاعل معاها. يا رب يفهم. أنا قلت أي مادة؟ أنا قلت أي مادة؟ أنا قلت هات مادة إيه؟ بشرط إن المادة اللي هتتفاعل معاها تكون معلومة الحجم والتركيز. فاهمين حاجة؟ وفاعلهم هما الاثنين لحد ما التفاعل ينتهي، حاجة اسمها انتهاء التفاعل وهشرحها. أول ما يخلص التفاعل، إيه يا جماعة بقت صعبة كده ولا خلاص خلصنا؟ فقالت لي سهلة، هنضرب طرفين فين؟ في وسطين. اللي انتوا عملتوه ده انكم قستوا ايه؟ وقست تركيزها يعني عايرتها، اسمها ايه؟ فتسمى العمليه عمليه المعايره. يبقى اول حاجه في التحليل الحجمي عمليه ايه يا جماعه؟ ما المقصود بعمليه المعايره؟ بص بقى تلاقي واحد قاعد يحفظ التعريف، ليه يا بابا؟ ليه تحفظه؟ عمليه المعايره هي عمليه يتم فيها حساب تركيز ماده معلومه باستخدام مادة أخرى معلومة تركيز. صعب الكلام ده؟ بالله عليكم صعبة؟ تاني إيه المعايرة دي؟ واسمها معايرة مش معايرة، وانطقي عدل، ومعايرة الشيء يعني حساب تركيزه، واسمها باللاتيني تايتريشن. اسمها إيه؟ خليك فاكر عشان لما تخش الكلية ويضحك عليك وتاخد على قفاك ما تقولش مستر خالد ما علمنيش. اسمها عملية المعايرة أو اسمها إيه؟ يبقى اسمع بقى يا جماعة، ما المقصود بعملية المعايرة تاني بالراحة؟ يبقى المعايرة، أنا فاهم التعريف مش حافظ والله بس ماشي قول اللي أنت فاهمه. يبقى المعايرة هي عملية يتم فيها اسمع ها؟ هي عملية تعيين، تعيين إيه؟ تركيز مادة معلومة الإيه يا بطيخة؟ معلومة الحجم، صعب لحد كده؟ باستخدام ها؟ مادة سامع أخرى مالها؟ معلومة الحجم والتركيز. صعب الكلام ده يا جماعه؟ استنى استنى في مشكله في التعريف بجد؟ اسمعوا بقى الجمله الجايه وانتوا هتفهموها لوحدكم. بص الكتاب بيقول ايه؟ تعرف، والله كلام رابط بعضه بس اهم حاجه هذا التسلسل الفريد. بيقول لك تعرف الماده معلومه التركيز اللي هي دي، طبعا بيكون معلومه الحجم، هو ده متعرف التركيز بيتعرف الحجم، باسم المحلول القياسي بيسموه ايه؟ يبقى الماده معلومه التركيز بيسموها ايه؟ فسالت واحد من الناس اللي بتفهم عربي مش كيمياء، قلت له لا هما بيسموها محلول قياسي ليه؟ قال انت بتسالني بجد ولا بتهزر؟ تبقى بتهزر لو بتسالني. بيسموا ده محلول قياسي لانه هو اللي بيقيس لنا تركيز الماده المجهوله، وعشان هو اللي بيقيس يسموه المحلول ايه؟ صعب يا جماعه الكلام؟ والله الكلام سهل اهو بس انت اهم حاجه لو تقعد كده تتدبر الكلام مش تقول الكلام، افهم الكلمه. يبقى المادة معلومة التركيز والحجم دي بيسموها المحلول ايه؟ ليه بيسموها المحلول القياسي؟ ايه؟ لأن هي اللي بتقيس لتركيز المادة المجهولة، وأدام هي اللي بتقيس يبقى هي محلول ايه؟ قياسي. صعب الكلام ده لحد كده؟ اسمع بقى، بعد ما عرفنا ايه هي عملية المعايرة وايه هو المحلول القياسي، يبقى أنا لو سألتكم يا جماعة ما المقصود بالمحلول القياسي؟ عايز تعريف المحلول القياسي، يبقى المحلول القياسي هي مادة معلومة التركيز تستخدم في تعيين تركيز مادة أخرى مجهولة. صعب الكلام ده؟ يا جماعة اتفهمت؟ بجد اتفهمت؟ اسمع بقى شروط، سهلة أوي الحتة دي، شروط اختيار المحلول القياسي. شروط إيه؟ يعني إيه بقى يا جماعة؟ هل المحلول القياسي ينفع يكون أي مادة؟ اللي كان مركز فيه بنت هنا قالت كلمة حلوة وأنا بقول التعريف. أديك قلتي إيه؟ شرط المحلول القياسي اول شرط فيه انه يكون معلومه التركيز، ثاني شرط انه يعمل ايه مع الماده المجهوله؟ يتفاعل معاها. لو ما بيتفاعلش معاها اقول لك انك عملت حاجه، انت هتجيب لي حد ما بيتفاعلش معاها تكشف عنه ازاي يا امال؟ اسمع بقى لما نشوف اللي بيفهموا كيمياء. واحد، ادي اول شرط وانتوا اللي هتردوا. اذا كانت الماده مجهوله التركيز حمض، المادة مجهولة التركيز ايه؟ اما نشوف اللي بيفهمه. فإنها تعاير بمحلول قياسي من جدع يا بت، من ايه؟ من قلوي، والعكس صحيح. ممكن افهم اللي قالت من قلوي دي جابتها منين؟ يعني منين الكلام ده؟ قالت لي يا مستر ما هي الاحماض بتتفاعل معه، يبقى انت لو عندك المحلول مجهول التركيز حمض تعايره بمحلول قياسي من؟ واذا كان المحلول مجهول التركيز قلوي فانه يعاير بمحلول قياسي من؟ ويسمى التفاعل في هذه الحاله يا محترمه
قالت لي وتسمى المعايرة في هذه الحالة معايرة بطريقة التعادل. معايرة بإيه؟ صعبة دي يا جماعة عليكم. يبقى لو المادة المجهولة حمض تعاير بإيه؟ بطيخة بقلوي. ولو المجهولة قلوي تعاير بإيه؟ حمض. صعب الكلام ده؟ وتسمى الطريقة في هذه الحالة طريقة. طب ما تجاوبوا انتوا التانية لما نشوف. إذا كانت يا رب يردوا، إذا كانت المادة مجهولة التركيز مادة مؤكسدة، oxidizing agent، مادة مؤكسدة، ممكن أسمع؟ قالت لي سهلة. فإنها، ها أسمع، فإنها إيه؟ تعاير بمحلول قياسي، أسمع، من مادة إيه؟ جدع عابد، من مادة مختزلة. وتسمى المعايرة في هذه الحالة معايرة بطريقة الأكسدة والاختزال، oxidation reduction titration، صح؟ يبقى لو المادة مجهولة التركيز، استني بقى انا اختبركم، برمنجنات بوتاسيوم، قالت لي سهلة، عايرها بتيت تيت، قلت لها ايه؟ قالت لي عايرها بأي تيت، كبريتيت ونيتريت، أي حد يختزلها، أنا هات حد يختزلها وخلاص. ولو المادة المجهولة مادة مختزلة، نعايرها بمادة مؤكسدة، ويسمى التفاعل في هذه الحالة صعبة يا جماعة. تاني حاجة، الحاجة الثالثة والأخيرة، إذا كانت المادة مجهولة التركيز، يا رب يكونوا مذاكرين، تعطي نواتج شحيحة الذوبان في الماء. لو المادة المجهولة يا جماعة تعطي نواتج مالها؟ فاهمين يا جماعة عن إيه شحيحة الذوبان؟ قال لك فإنها تعاير بطريقة اسمها طريقة الترسيب. طريقة إيه؟ فاهمين إيه معنى الكلام ده؟ يعني مثلا لما يجيبها لي في اختياري، عايز يعاير يقيس تركيز ايون اسمه ايون البروميد. بص بقى للمذاكره، قالت له والله يا مستر لو عايز تقيس تركيز ايون البروميد حط له حاجه فيها فضه عشان يدي بروميد الفضه راسب، ومن الراسب تعرف تجيب البروميد كان قد ايه. يبقى انا عندي كام طريقه لاختيار المحلول القياسي بقى تاني؟ يبقى هل المحلول القياسي اي ماده ولا ليها شرط؟ ليها شرط تاني. اذا كانت الماده المجهوله حمض تعاير بقلوي، واذا كانت قلوي تعاير، ويسمى التفاعل في هذه الحاله. إذا كانت المادة مجهولة التركيز، إذا كانت المادة مجهولة التركيز مادة مؤكسدة، صح؟ فإنها تعاير بمحلول قياسي من مادة، ويسمى التفاعل تفاعل أكسدة. إذا كانت المادة المراد حساب تركيزها مادة تعطي نواتج شحيحة الذوبان في الماء، فإنها تفصل على هيئة راسب، ويسمى التفاعل في هذه الحالة طريقة الترسيب. في مشكلة لحد كده؟ إحنا بقى عندنا يا جماعة إن شاء الله بالتفصيل أنهي واحدة؟ عندنا إن شاء الله يا جماعة المعايرة بطريقة ايه يا جماعة؟ التعادل. ناخد بالنا بقى يا جماعة، المعايرة بطريقة الايه يا جماعة؟ التعادل. بصوا يا جماعة التفاصيل دي طبعا لازم تتفهم كويس، وان شاء الله المرة الجاية واحنا واقفين كده بنشرح المسائل هنسيب عملية معايرة تبقى تتعمل قدامكم عملي. يفضل الكلام اللي هيحصل ده اللي هتشوفوه على الرسمة، هتشوفوه قدامكم وهو بيحصل المره الجايه، نركنها على جنب، هي تحصل لان هي ممكن تاخد لها 11 دقيقه. فاحنا هنسيبها تحصل، واول ما تحصل ان شاء الله واحنا بنشرح المسائل اللي بقى نشوف ده. ايه بقى؟ كيفيه اجراء عمليه معايره بطريقه ايه يا جماعه؟ ويا جماعه الخير بننبه تاني، اوعى تتكاسل عن اي حاجه تقول دي مش هتيجي، كل تفصيله هنا انا بقولها مهمه، كل تفصيله بقولها مالها؟ مهمه. هنشرح مثال زي المثال اللي مشروح في كتاب المدرسه. بص بيقول لك ايه؟ بفرض، هو بيسأل اهو عشان يعلمك واحدة واحدة، بفرض أن لدينا مثلا، أنا بقول مثلا 50 مللي من حمض هيدروكلوريك مجهول التركيز. بفرض إن إحنا عندنا يا جماعة 50 مللي من حمض هيدروكلوريك ماله؟ فاهمين حاجة؟ يعني أنا دخلت المعمل قلت لك بص خد يلا 50 مللي هو من حمض اتش سي ال، بس الحمض ده احنا مش عارفين ايه؟ تركيزه. مطلوب منك ايه يلا؟ ها يلا انك تقيسي بقى تركيزه. هتقيسي تركيزه باستخدام ايه؟ مادة قلوية، صح؟ فهي قالت لي أول حاجة، بص بقى الطالبة اللي مركزة، قالت لي فإنها تعاير أو فإنه يعاير باستخدام محلول قياسي من ايه يا بطيخة؟ ها؟ فإنه يعاير بواسطة محلول قياسي من مين؟
قلوي. زي مين قلوي؟ لا انا عايز امثله معلش يا جماعه ما تكروتنيش. بص بقى اللي مركزه قالت لي مثل محلول قياسي من ان و اتش صح ولا غلط؟ ينفع ولا لا؟ او محلول قياسي من كي و اتش صح ولا غلط؟ ثاني بس، او محلول قياسي من ان اي 2 سي او 3. وانا بنبه على كل الامثله دي، طبعا دول قلويات ماشي. المشكله انك تلاقي طالب في ثانويه عامه وما يعرفش ان ده قلوي او قاعدي، فتقول له ازاي قاعدي ده ما فيهوش او اتش؟ قول له لا حبيبي، انت في اولى ثانوي وثانيه ثانوي قالوا لك القاعده، تعريف القاعده مش قلوي، هي ماده تتفاعل مع الاحماض معطيه ملح وايه وماء، وانت واخد معايا في الكشف التحليل الوصفي ان ده بيتفاعل مع اي حمض فيحدث فوران ويدينا ملح وميه، مش بس كده، ويتصهر غاز ثاني اكسيد. يبقى انت لو عايز تعمل معايره لاي حمض استخدم ماده قلويه. زي مين قلويات؟ لا براحتك، ان او اتش، المهم يكون محلول معلوم التركيز، محلول قياسي. ان او اتش، كي او اتش، ان اي 2 سي او 3، المهم محلول قياسي من ماده مالحه يا جماعه قلويه. صعب كلامنا لحد كده؟ اسمعيني بقى الخطوات مع الرسم. بسمك اللهم، ولو في خطوه مش مفهومه قولوا يا جماعه. الخطوات والكلام ده زي ما قلت هتشوفوه عملي عشان نريح دماغنا وما حدش ينسى. نسمع بقى الخطوات وكمان هرسم لحضرتك. اول حاجه يا جماعه احنا بنجيب بسم الله الرحمن الرحيم كده حامل ذو قاعده معدنيه. حامل ايه ده؟ بيكون حامل كده وليه قاعده معدنيه من تحت، وهتفهموا ايه اهميته. اسمع بقى اول خطوه. اول خطوه عندنا يا جماعه عشان بس ندي لنفسنا مساحه كده. الخطوات يا جماعه، واحد، توضع الماده مجهوله التركيز في الدورق، في الدورق المخروطي. يبقى الماده يا جماعه مجهوله التركيز توضع فين؟ وهشرح دلوقتي. ويضاف اليها قطرات، اهم جمله، اهم جمله من دليل مناسب بالراحه. يبقى مين اللي هيتحط اول حاجه يا جماعه هنا تحت؟ بصوا اولا هنا بنجيب حاجه اسمها دورق ايه يا جماعه؟ مخروطي، وده هتشوفوه معانا الحصه الجايه في العملي. بص يا بابا اهو، دي رسمه الدورق المخروطي بكل بساطه، بيكون شكله عامل كده، واخدته في اولى ثانوي معايا على فكره. مين بيتحط هنا بقى يا استاذه محترمه؟ بنبه، ما حدش يقول لي بيتحط هنا الحمض، لا انا ماليش دعوه، انا بتكلم بصفه عامه. مين بيتحط هنا؟ الماده مجهوله، يعني لو الحمض هو اللي مجهول التركيز يبقى هو اللي هيتحط هنا. لان بص تلاقي واحده بتحفظ تقول لك ايه؟ ويوضع الحمض في الدورق المخروطي، ويوضع الحمض في الدورق المخروطي، ويوضع الحمض في الدورق المخروطي، والحمض يوضع في الدورق المخروطي. زفت على دماغك. انا قلت لك يوضع الحمض في الدورق المخروطي؟ طب افرض انا دخلت المعمل قال لي لديك محلول مجهول التركيز من قلوي، اقول له برضه يوضع الحمض في الدورق المخروطي؟ انت حمار. انت بتاخد بتحفظ المثال وتفهم القاعده. انا قلت يوضع مين في الدورق المخروطي؟ توضع الماده مجهوله التركيز في الدورق. بس انتبهوا بقى لاهم كلمه، حتى والله في بنت لسه اول امبارح منزله بوست عشان الحكايه دي. انا اقعد اقول ما تنساش وهو ينسى. ويضاف اليه قطرات دي. اوعى تنسى، بقولها تاني، اوعى تنسى الدليل. يا رب ترن في ودانك الكلمه دي. هتخش اول سيكشن في الكليه وتتشتم يا حمار. لو نسيت الدليل مش هتشوف حاجه يا هبل. سؤال يا جماعه، هو انت لو بتنقط ميه في كوبايه وقعدت جنبها 100 سنه هل لونها هيتغير؟ عدمت اللون صح؟ اللي بيحصل في تجربه المعايره لو انت نسيت الدليل زي ما هشرح كمان شويه هو كانك بتنقط ميه. بص بقى، تخيل تخش المعمل وعندك معايره بقى اول سيكشن بقى وفرحانه بنفسك وجايبه صححتك والمصه والدكتوره راحت والبلطو بتاعك وكوياه وحاجه عظمه، وتخش تحط الماده هنا وتنسى تحط الدليل وتبدا تشتغل زي ما انا هقول لك، وتلاقي زمايلك عمالين يخلصوا ويمشوا والسكشن فضي عليك. بص انه يخلص وبعدين تبدا عيدة بقى زي الحمار تسال زمايلك اللي هو ايه؟ جماعه انتوا ظهرت معاكم الوان؟ فيقول لك اه احنا خلصنا من بدري، وانت لسه ايه؟ واقف زي ما انا قلت لك متفرد بالصبابات، واقف لوحدك بص كده اه يا عيني كل الناس خلصوا وانا لسه. عشان انت حمار، عشان انت حمار، عامل زي اللي بيحط ميه على ميه. تفاعل حمض مع قلوي تفاعل ما بيظهرش اي تاثير، مش خلاص بيظهر كانك حط ميه على ميه، لانك ناسي تحط مين؟ الدليل. ده هو اللي بيعرفك ان التفاعل انتهى. لو انت ما حطيتش الدليل اديك واقف والوقت يعدي ومفيش. الحمار نسي ايه؟ اوعى تنسى ايه؟ الدليل. نبهت انا؟ طب لما تنسى الدليل ان شاء الله، هنا بقى يا جماعه في وعد ان شاء الله،
في الكليه لما تنسى الدليل تعالى وهات لي شوكولاته لانك هتنسى. بس خليك امين مع نفسك، لو نسيت هتيجي ايه وتجيب لي شوكولاته تقول لي بص يا مستر انا حمار وانت قلت لي يا مستر اوعى تنسى الدليل وانا حمار ونسيت الدليل، خلاص اتفقنا؟ ليه شوكولاته لو طلعت حمار؟ اتفقنا؟ اوعى تنسى مين؟ الدليل. ثانيه واحده، ايه الدليل لحد ما نوصل للتعريف بشكل كويس؟ الادله كتير قوي وهوريها لكم الحصه الجايه، بس انتوا اخدتوا منهم دليل عباد شمس. الدليل ده يا جماعه لو انتوا ناسين ايه؟ ماده يتغير لونها بتغير نوع الوسط، ازاي؟ اخدتوها كلها ثانوي. مش انتوا عارفين ان الاوساط، هشرح بس واحد وبعد كده نكمل الباقيين، ان الوسط فيه منه حامضي ها وفيه قاعدي وفيه ايه؟ متعادل. انا هشرح على دليل مشهور قوي انتوا عارفينه من ابتدائي واعدادي يعتبر، اسمه صبغه عباد الشمس. عباد الشمس ده طول ما الوسط متعادل بيكون هو بنفسجي او ارجواني، بيسموه بنفسجي او ايه؟ لو اتحط في وسط حامضي يحمر ولو اتحط في وسط قاعدي. اظن ان انتوا عارفين المعلومه دي صح؟ يبقى انت اول ما هتبداي التجربه حبيبه قلبي تعالى بقى نشرح على المثال ده، حطيتي مين هنا يا بطه؟ ها؟ الماده مجهوله التركيز اللي هي في المثال ده كانت مين؟ الحمض، اوعى تنسوا. يبقى احنا لحد دلوقتي عندنا الحمض ده حجمه معلوم صح؟ اللي هم 50 مللي اهو، الحجم 50 مللي من الحمض. طب والتركيز ماله؟ قالت لا التركيز ده ماله؟ حطيتيه لوحده ولا حطيتيه على مين؟ لا قطرات منين لسه؟ احنا بنتكلم تحت يوضع الماده مجهوله التركيز ويضاف اليها قطرات من ايه؟ رد انتوا، حمض اتش سي ال لما يتحط عليه دليل عباد الشمس هيبقى المحلول تحت هنا لونه ايه دلوقتي؟ احنا لسه ما بداناش اهو، يبقى المحلول لونه ايه؟ ليه يا جماعه المحلول لونه احمر؟ لان الوسط ده ماله؟ صعب لحد كده؟ صعب لحد كده؟ اتنين اسمعي، يوضع المحلول القياسي في السحاحة. يوضع المحلول القياسي فين يا بطيخة؟ فاكرين ايه السحاحة دي؟ أولى ثانوي أخدناها، طبعًا لما تكبري بقى وتخشي الكلية ما حدش هيقولك سحاح، تقولي بارت وبيورت، بارت وبيورت، مصة وسحاح. لكن أنت مالكيش دعوة بالكلام ده دلوقتي، إحنا عندنا سحة يسح فهي إيه؟ سحاح. والحصة الجاية نجيبها تاني ونشتغل عملي زي ما قلنا. ها بصي، يبقى مين هنا اللي هيتحط في السحاحة يا بطيخة؟ القلوي بقى اللي هو المحلول ايه في المسألة؟ القياسي صح؟ طبعا يا جماعة انتوا عارفين السحاحة بتكون كده، بص بص بصوا ركزوا معايا، وبتنتهي كده بصمام تحكم، حاجة شبه الحنفية كده صح؟ اهي دي بقى بيكون فيها مثلا 50 مللي من القلوي، تعالى نفترض ان انت مليتها اول حد الاخر فانت حاطط هنا 50 ايه؟ 50 مللي، ركزوا بقى معايا، يبقى مين اللي هنا دلوقتي؟ القلوي صح؟ ركزوا، هذا القلوي حتى الآن أهم حتة عايز أفهمها لكم، هذا القلوي معلوم التركيز صح؟ استنى بقى واحدة قبل تقول لك ومعلوم الحجم، أقول لها لا مش معلوم الحجم، والله ما معلوم الحجم لحد دلوقتي، هفهمكم ليه؟ تقول لي لا يا مستر ما 50 مللي، أنا ماليش دعوة بال 50 مللي، أنا ليا دعوة بالكمية اللي هتتعادل مع الحمض وهفهمك يعني إيه. صعبة تاني خطوة؟ ثم يفتح صمام التحكم لينزل المحلول القياسي قطرة إيه؟ قطره. معايا لحد كده يا جماعه فاهمين؟ هنفتح دي عشان ينزل السائل قطره ايه؟ استنى بقى ادينا واقفين. لحد امتى بقى؟ بص يوضع المحلول القياسي في السحاحه ويفتح الصمام لينزل قطره ايه؟ ويفتح صمام التحكم. بص بقى اخر حته ثلاثه، وعند تغير لون الدليل. وعند ايه؟ فاهم حاجه؟ هو الوسط ده ماله حاليا؟ حامضي، وانت بدات تنزل عليه قلوي. نقطة بص بص واقف بقى بالراحة، نقطة 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 2 3 4 قلوي عمال ينزل 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 ينزل، مش كانوا 50 مللي؟ خليكم فاكرين 50 مللي. اوب فجأة اللون هنا بقى بنفسجي. سؤال، أول ما لون الدليل اتغير فهمت إيه؟ وعند تغير لون الدليل فإن ذلك يدل على الوصول لنقطة التعادل، بيسموها إيه؟ او بيسموها نقطة نهاية التفاعل، اند بوينت. يبقى سؤال، انت عرفت منين انك وصلت للاند بوينت؟ عند تغير لون الدليل. حبيبتي البلحة لو كانت ناسية الدليل ايه اللي هيحصل؟ فهمت ايه اللي هيحصل؟ هو كان عديم اللون وانت عمالة تنقطي القلم وعديم اللون، والسحاحة تخلص وتمليها تاني، والله يا جماعة بيملوها تاني وتمليها تاني وتخلص وتمليها تاني ومفيش اي تغير بيحصل. الحمار نسي ايه؟ اوعى تنسى الدليل. الدليل الدليل
خلاص انت قلت. يبقى وعند تغير لون الدليل، اسمع يا جماعه، فان ذلك يدل على الوصول لايه؟ ثانيه واحده بقى، على الوصول لنقطه نهايه التفاعل او نقطه التعادل. صعب لحد كده بقى؟ صعب لحد كده بجد؟ اسمع بقى، هنا انا قلت الحجم 50 مللي ولا هاخد الحجم اللي تعادل مع الحمض؟ ولذلك مثلا انا قلت ايه، فاضل 20، يبقى من ال 50 نزل 30، يبقى الحجم هنا كان 30، كده اصبح معلوم الحجم والتركيز، وده معلوم الحجم لكنه مجهول، بالتعويض اعرف اجيب التركيز. صعب الكلام ده يا جماعه؟ اتفهمت؟ يبقى استنوا بقى كمان من التجربه كده، في حاجات لازم تتفهم. ما المقصود، ما المقصود بالدليل الكيميائي؟ عايزين نعرف ايه هو الدليل، ما انت قلت لنا في حاجه اسمها الدليل صح؟ يلا يا جماعه يبقى ايه هو الدليل؟ عايزين كل تعريفات الدليل. ها ثواني بقى، اقدر اقول يا جماعه عن الادله؟ ثانيه واحده، تعريف كلمه ايه يا جماعه؟ الدليل. بالراحه كده يا جماعه من غير ما نشد نفسنا، الدليل ده ليه تعريفات كتير. لو احنا عايزين تعريف باحترام، التعريف اللي كان في اولى ثانوي، انا عارف ان كتاب المدرسه كاتب هو ماده كيميائيه يتغير لونها بتغير نوع الوسط، وده صح على فكره مش غلط. بس بصوا يا جماعه، بص الكلمه، لما انت تبقى طالب ثانويه عامه بتقول ايه، هي ماده كيميائيه، طب الماده دي نوعها ايه؟ لا مالكش دعوه، بتحفظ وخلاص. طب ما نفهم الكلام اللي كان عندنا في اولى ثانوي، والله عارفين الدليل بيكون ايه دايما؟ الدليل ده اللي احنا بنستخدمه سواء عباد الشمس او غيره. الدليل، اسمع كيمياء صح بقى، الدليل هو حمض او قاعده ضعيفه. يبقى الدليل دايما عباره عن ايه او ايه؟ قبل ما اكمل التعريف، لان انا عارف انكم نسيته، بس دي عندنا في الباب الثالث، وكانت عندنا في اولى ثانوي، واحده قالت لي يعني ايه ضعيفه؟ اخذته في اولى ثانوي ان المركبات لما بتتحط في الميه بيحصل لها حاجه اسمها تأين او تفكك. ايونايزد، تتأين. المركب لو كل الجزيئات اتأينت كنا بنسميه قوي، الكترولايت قوي. لو جزء منه صغير اللي بيتأين كنا بنسميه الكترولايت ضعيف. خد بالك، ثابت غير ضعيف. الثبات يعني الانحلال، لكن التأين يقول لك هو قوي ولا ضعيف. يبقى هنا يا جماعه الادله دايما عباره عن حمض او قاعده ايه؟ ضعيفه، يعني غير تامه التأين، ما بتتأينش، او جزء منها صغير اللي بيتأين. يبقى الدليل حمض او قاعده ها ضعيفه. معايا يا جماعه؟ يتغير لونها، اسمع، بتغير ايه يا جماعه؟ بتغير نوع الوسط. صعب يا جماعه التعريف ده؟ استنى استنى، واحده ثانيه قاعده بقى مركزه قالت لي مستر ممكن اقول، ما هو احنا بنتكلم عن فهم يا جماعه، واحده قالت لي ممكن اقول الدليل هو ماده تستخدم في التعرف على نقطه ايه يا جماعه؟ هو مين اللي عرفنا ان احنا وصلنا لنقطه التعادل؟ تغير لون الدليل. يبقى من تعريفات الادله ايضا ان الدليل، اسمع يا جماعه، ها الدليل ايه؟ ماده كيميائيه تستخدم في ايه؟ اسمع، تستخدم، برافو، في ها التعرف على نقطه الايه؟ التعادل. ومن هنا بقى كمان استنى نعرفك معنى كلمه ايه يا جماعه؟ ما المقصود بنقطه التعادل او اسمها نقطه نهايه التفاعل؟ بصوا يا جماعه، افضل تعريف نقطه التعادل هي تلك النقطه، وهشرح التعريف ده، التي تتكافأ فيها كميه الحمض مع كميه الايه؟ القلوي، فيتغير لون مين؟ الدليل. بصوا بقى يا جماعه، في غلطه كبيره بقعد انبه الطلبه المحترمين عليها، وفي الاخر برضو بعض الناس بتغلط. انا قايل هي تلك النقطه التي ايه؟ تتكافأ. تطلع لك واحده تقول لك هي تلك النقطه التي تتساوى عندها كميه الحمض مع كميه القلوي. انا قلت تتساوى؟ طب معلش يا جماعه، اصل انا في العربي ضعيف. ايه الفرق بين تتساوى وتتكافئ؟ المثال ده شرحته في اولى ثانوي، بس معلش يعني هنعيد تاني. ايه ايه؟ تتساوى يعني كميتي قد كميتك. ومين قال لك ان الكميات المتساويه متكافئه؟ لا، ليه بقى؟ لان في الكيمياء مش انت ممكن يبقى عندك حمض مركز؟ سؤال اللي بيفهم، حمض مركز والقلوي ماله؟ مخفف. لما يجي يتفاعلوا مع بعض، هل الكمية اللي تتفاعل مع كمية معينة من الحمض المركز تبقى نفس الكمية من القلوي المخفف ولا كمية كبيرة؟ أبسطها لك، لأن هي في الكيمياء الناس بص هتقول لك إيه ده، هو بيقول إيه؟ أبسطها لك، أنا عارف إن الطريقة التانية أبسط. في لعبة شد الحبل تاني، جبنا اتنين، اتنين عيل ما شاء الله عليه من العيال الحلوة بتاعة الجيم،
اللي هو حاجه كده رايقه. الناحيه الثانيه واقف عيل فرفور، فاكر انت المثال ده؟ بيشدوا الحبل قدام بعض، مش حاليا واحد قصاد واحد. احب اقول لك ان الواد بتاع الجيم بمجرد ما شد الحبل كده الفرفور جه على وشه وكان بيزحف. سؤال، مع انهم متساويين كعدد الا انهم مش متكافئين، صح ولا غلط؟ اسمع، والدليل ان الحبل راح ناحيه الواد ده، الواد الجامد ده. راح الواد الفرفور نادى 15 واحد من اصحابه، فبقوا 15 فرفور قصاد الواد ده. بص اللي بيحصل يا بتوع الرياضه، وقاموا شادين الحبل، فالحبل ما اتحركش لا يمين ولا شمال. تفهم ايه ده اتزان؟ الواد بتاع الرياضه يقول لك دي قوه متزنه. تفهم ايه برضو؟ ان قوته تكافئ قوه ال 15، يبقى دي كميات متساويه ولا متكافئه؟ طب ايه ده، هو ايه اللي خلى الواحد يتكافئ مع ال 15؟ اصل هو مركز لكن هم مخففين. يبقى نقطه التعادل نقطه تتساوى عندها كميه الحمض مع القلوي؟ لا مش تساوى. امال ايه؟ لانك لو انت جايب حمض مركز والقلوي مخفف هتحتاج حجم كبير من الحمض، صح؟ من القلوي اسف، حجم كبير من ده يتكافئ مع حبه صغيرين من دول، ان ده مركز وده ايه؟ مخفف. ولذلك لا تقل تتساوى وانما قل ايه؟ تتكافئ. اخر حاجه بقى عندنا يا جماعه، مطلوب منك حفظ مين حبيبي؟ عندنا في المنهج اربع ادله مشهورين، كام دليل؟ مطلوب منك في الاربع ادله دول باذن الله انك تذاكر لون كل دليل في الوسط الحمضي والقاعدي والمتعادل. مين الادله يا بطيخه اللي اخذتيهم قبل كده؟ الادله، دليل عبادي الشمس، وبعض الناس يقول لك ليه دوار الشمس. يا سيدي احنا حتى لو قلنا عباد مش قصدنا ان هو بيعبد الشمس، مش قصدنا اكيد يعني، ما تبقاش قصدك. تلاقي واحد كاتب لك ايه يا مستر لا تقل وقل، ماشي يا سيدي حبيبي هنا، وانما يؤخذ الالفاظ على نيه المرء. يعني اللفظ هنا انت عمرك ما هتقول ان هو بيعبد الشمس وعشان بيتحرك معاه دوار الشمس، ما تزعلش. حلو دوار، حلو دوار الشمس. وعندنا يا جماعه دليل ازرق اسمه ازرق بروموسيمول. ازرق ايه يا بطيخه؟ بروموسيمول. ودليل ميثايل برتقالي. والدليل الاخير يا بطيخه فينول فيسالين. وهم دول اللي كانوا عندنا يا بطة واحنا في اولى ثانوي، بس انت نسيتي. معلش معلش، مطلوب منك حفظ لهم كل دليل في الوسط الحامضي والقاعدي والمتعادل. وانا هنا هعلمك ازاي تحفظي زي ما وريتك قبل كده. عباد الشمس كل الناس عارفاه، في الحامضي احمر، في القاعدي ازرق، في المتعادل بنفسجي او ارجواني. ازرق بروموسيمول في الحامضي اصفر، في القاعدي ازرق، وهنا اخضر فاتح. معلش يا جماعه انا بتلخبط فيهم شويه. اما ميثايل برتقالي في الحامضي احمر، وفي القاعدي اصفر، وفي المتعادل برتقالي. فينول فيسالين في الحامضي عديم اللون، وفي المتعادل عديم اللون، وفي القاعدي احمر وردي. شايف اللخبطه؟ طبعا بيتلخبط وباينه جدا. اللي بيتلخبط لانه مش حاطط سيستم للحفظ، لكن احنا دايما كنا بنقولها وهفكركم احنا قلنا ايه في اولى ثانوي. عايز تحفظ ده وده احفظهم على ده، واحنا قلنا كده ازاي؟ كل واحد من دول شبه عباد شمس في ناحيه، يعني يا اما شبهه في الحموضه يا اما شبهه فين؟ والناحيه اللي انا مش شبهك فيها بقى اصفر. ازاي؟ يعني انا وانت شبه بعض في القاعدي، يبقى احنا الاثنين في القاعدي. الحته اللي انا مش شبهك فيها يبقى لوني اصفر. انا وانت شبه بعض في الحموضه، يبقى احنا الاثنين في الحموضه احمر، والناحيه الثانيه يبقى انا. فهمت حاجه؟ ولذلك بص كان يقول لك ايه لو فاكرين في المذاكره، يقول لك علم، لا يصلح الوسط القاعدي للتمييز بين عباد شمس وازرق بروموسيمول. ما ينفعش تميز بين دول في وسط قاعدي، لانك لا هم في الوسط القاعدي. هم لو عايز تميز تميز بحمض، لان ده هيكون احمر وده هيكون. لا يمكن التمييز بين عباد شمس وميثايل برتقالي في الوسط الحامضي، لانك لا هم في الوسط الحامضي احمر اللون. عايز تميز في القاعدي يبقى ده ازرق وده اصفر. طبعا بص في المتعادل ده على اسمه، ده بس اللي محتاج حفظ. في المتعادل اخضر ايه؟ فاتح. في نول فيسالين انتبه لان في حته خطيره قوي، عديم اللون كم مره؟ في الوسط الحامضي والوسط، بينما في القاعدي عكس عباد الشمس، في القاعدي بيكون شبهه في الحامضي، احمر بس احمر ايه؟ وردي. بينك، بينك يا ندى؟ بينك. بينك يا بابا، والله العظيم بيكون احمر، هو بصراحه بيكون بامبي يا جماعه، بس هم قايلين احمر وردي، خلاص احمر وردي، صعب الكلام ده؟ استني بقى عليها سؤال علل دي. علل لي لما ياتي،
لا يصلح في نول فيسالين في التمييز بين محلولين احدهما حامضي والاخر متعادل. يعني لو انت عندك مادتين واحده حامضيه واحده متعادله ما تميزيش بايه؟ بفينول فيسالين. ليه؟ حيث انه يكون عديم اللون في كلتا الحالتين. ده مش بس كده، لو انت كنت بتعملي معايره الحمض زي كده الافضل انك ما تحطيش فينول فيسالين برضه. فاهمين ليه؟ ان هو هيكون الوسط حامضي فهو هيكون عديم، ولما نوصل لنقطه التعادل هيبقى هو برضو عديم اللون، فلا يفضل استخدامه عند معايرة الأحماض، يفضل عند معايرة القلويات. صعب الكلام يا جماعة؟ وبكده يبقى خلصنا الجزء النظري الخاص بالتحليل الكمي. إن شاء الله يا جماعة الحصة الجاية هنبدأ مع بعض في حل الإيه؟ المسائل. في مشكلة في الكلام ده؟